كمل. راح نحكي هسه عن الباوندد، نشوف اول مثال اكزامبل. ان زائد واحد لان بتساوي واحد للما لا نهايه. بيجي هذا بالسؤال، اهم شغله تعرف عشان تعمل الباوندد بلو والباوندد اباف اللي هي انك تحدد طبيعه سلوك الاقتران، متزايد ولا ايش متناقص. كيف هذا كنا نعمل؟ اي الان بتساوي ان زائد واحد زائد واحد على اي الان زائد واحد، وتساوي ان بتساوي زائد اثنين على ان زائد واحد. مظبوط، هذا حكينا اكبر من الواحد، اذا ايش انكريز. هاي الواحد، هاي ما لا نهاية، هيك صح مظبوط. هذا أبف وهذا بلو، تمام. هسا البلو عند الرقم واحد، باجي بعوضه عند الايش، بعوضه بالقاعدة هاي اثنين، يعني باوندد بما انه طلع رقم أبف ولا بلو. بلو لانها النازله، منطقه النازله بلو باي، لما تعوض الواحد راح يطلع اثنين. طيب الابف عند الما لا نهايه، فانا مضطر احسب الليمت لما ان حتقول الما لا نهايه، ان بتساوي ما لا نهايه للاقتران ان زائد واحد، وتساوي ايش ما لا نهايه، اذا ايش نوت باوندد. نشوف مثال ثاني، لما اذا كان عندي اي ان بتساوي اي قوه ان من الثلاث للما لا نهاية، راح نحكي اي الان زائد واحد على اي الان، اي ان في اي قوة واحد على اي الان، هاي مع هاي بتصفي، اي قوة واحد اكبر من الواحد انكريز، بما انه انكريز هيك ثلاث ثلاث، هاي انكريز هون بلو وهون أبف. عند المال نهاية بروح بحسب، وعند الثلاث باجي بعوض هون، إذا bounded above below by اي قوة ثلاث، لكن bounded above باجي بحسب الليمت لما ان حتقول للمال نهاية، ان حتقول للمال نهاية للاقتران اي قوة ان، اي قوة ما لا نهاية وتساوي ما لا نهاية، اذا not bounded. تمام، هاي الصفحة رقمها 7. نشوف مثال اذا كان عندي متزايد، او يعني اذا كان عندي اقتران جذر، بيجي بحكي لي جذر ان تربيع زائد واحد لان بتساوي واحد للما لا نهاية. كيف هذا؟ اي الان زائد واحد على اي الان زي ما حكينا، ان تربيع زائد واحد زائد واحد كلياته طبعا تحت الجذر زي ما حكينا، على ان تربيع زائد واحد، فك التربيع وهاي ان تربيع زائد اثنين ان زائد اثنين على ان تربيع زائد واحد، عوض رقم بداية الحد واحد زائد اثنين زائد خمسة على اثنين أكبر من الواحد إنكريز، هاي الواحد إنكريز، هاي بلو هاي أبف. الباوندد بلو عند الواحد بصير جذر الاثنين، باوندد بلو باي واحد جذر الاثنين، لكن باوندد أبف باجي بحسب الليمت لما أن حتقول للما لا نهاية، شو بتطلع الرقم معاي؟ جذر ان تربيع زائد واحد وتساوي ما لا نهايه، not bounded above. اذا بس طلع معي اقتران. شوف اقتران اذا كان عندي اياه ايش؟ متناقص، خمسه على ان، ان بتساوي واحد للما لا نهايه. كيف هذا؟ نحكي حكينا اي الان زائد واحد على اي الان، وتساوي خمسه على ان على خمسه، طبعا زائد واحد على ان، خمسه مع خمسه بتصفي ان على ان زائد واحد، هاي اقل من الواحد بما انها اقل من الواحد ديكريز، هاي الديكريز عند الواحد، هاي الديكريز، اذا هون الباوندد ابف وهون البلو. البلو باجي بحسب الليمت عند المال نهاية، والباوندد ابف الباوندد
above by تعويض الواحد اللي هو راح يكون 5 على 1 5، لكن الليمت عند ما لا نهاية لما ان حتقول للما لا نهاية حتكون 5 على ان وتساوي 5 على ما لا نهاية وتساوي 0. اذا ايش؟ bounded above bounded below باي كم الرقم طلع معاي؟ باي 0 تمام؟ باي 0. طيب هسا نيجي نحكي عن الشكل الأخير اللي هو هاي رقمها 8 اللي هي تبعت الالترناتين. بيجي بحكي هذا كيف حكينا برضو الالترناتين عبارة عن تعويض. الالترناتين بيجي بحكي لي سالب 1، طب الالترناتين سالب 1 سالب 1 قوة ان على ان مثلا من ان 1 للما لا نهاية. تعويض مباشر راح يكون فك حدود 1 سالب 1 على 1 موجب راح تصير نص، 3 سالب سالب ثلث، بعد هيك ربع سالب خمس وهيك تمام. هسه تطلع بتشوف مين اعلى قيمة ومين اقل قيمة. الباوندد اباف سالب واحد سالب ثلث، مين اقل يعني مين البلو السالب، مين اكبر سالب واحد اذا ومين لا سالب ثلث اللي هو ايش؟ باوندد راح يكون بلو عند الرقم سالب واحد. طيب لو اجينا نحكي الباوندد اباف الباوندد اباف باي مين اكبر رقم، يعني لو جيت تعوض هون هون نص ربع انت بتلاحظ طلع بتقل نص، النص اكبر من الربع، الربع اكبر من كم من السدس وهكذا. اذا عند النص نشوف كمان مثال على هاي الفكرة. طب حكينا سالب واحد قوة ان زائد واحد في ايش؟ مضروبة في ان، ان بتساوي واحد للما لا نهاية. نفس الشيء تعويض مباشر ان واحد يعني سالب واحد موجب واحد واحد، بعد هيك الاثنين راح تطلع اثنين ثلاث سالب سالب اثنين موجب ثلاث سالب اربعة موجب خمسة وهيك. طيب ما طلع واحد ثلاث خمسة، طلع انه الرقم اللي بيجي بعديه بيجي اكبر اكبر اكبر، خمسة سبعة تسعة راح تظلها ماشية لوين؟ للما لا نهاية تمام. يعني طل راح توصل المال نهاية، بما انه طلع مال نهاية اذا هاي ايش راح احكي عنها؟ not bounded above not bounded above. طيب الباوندد بيلو نفس الشيء سالب 2 سالب 4 انت طلع قاعدة بتقل 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 القيمة، سالب 2 سالب 4 سالب 6 اذا راح توصل للنهاية بما انه طلع موجب مال نهاية وهناك سالب مال نهاية، اذا هون بحكي عنها not bounded تمام. نشوف مثال أخير هيك. هسا رح نحكي عن آخر آخر سؤال اللي هو لو حكينا إيه الآن آخر مثال يعني لن 2 أن على أن زائد 1 تمام، من أن بتساوي 1 للما لا نهاية. إيش هسا فكرته؟ حكينا هذا الاقتران طالب مني أوجد الباوندد إله. كيف أول شيء بروح عشان أحسب الباوندد؟ بدي أروح أحدد شغلتين أساسيات اللي هو طبيعة سلوك الاقتران اللي هو متزايد متناقص، وبعدين بحدد البلو والأباف لهذا الاقتران. هذا الاقتران لين على ايش؟ على الديريفيتيف ديريفيتيف، فبحكي اف الاكس ايش بتساوي لين الاثنين اكس على اكس زائد واحد مزبوط تمام. فانا بريح حالي عشان انه بقدر اعمل اشتقاق بعد الخواص، بروح بحكي لين الاثنين اكس ناقص لن الاكس زائد واحد مزبوط، عشان اريح حالي بالاشتقاق بلا ما يطلع لن القسمة لن، يعني هسه شو مشتقة لن؟ ما داخل مشتقة ما داخله، مشتقة ما داخله قسمة على ما داخله، فراح يطلع طويل. لو عملتها على الخواص بيجي اسهل، اللي هي عبارة عن تصير واحد على اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد، بروح بواحد مقامات اكس زائد واحد ناقص اكس على المقام اكس في اكس زائد واحد بتساوي طبعا بروح بسويها بالصفر، طبعا هاي مع هاي راح تصير الواحد مستحيل تساوي صفر، الواحد لا تساوي صفر، وعندي اصفار المقام اكس بتساوي صفر وسالب
واحد. تمام خلصت لهون. أنا بدي إيش أحسب؟ التزايد والتناقص. أحدد سلوكه من عند الواحد، بدي اللي قبلها الصفر والسالب واحد ما بهمون لأنهم خارج الفترة. من الواحد عوض الواحد هون رح تطلع واحد على واحد واثنين واحد نص، رح تطلع موجبة يعني. إذا إيش؟ متزايد. هون بلو وهون أبف. تمام بما أنه هيك طلع، هسه شو بصير؟ بضل تعويض مباشر عندي الباوندد بلو باي ناتج تعويض الواحد، الواحد باللن هاي لن الاثنين على اثنين، اذا لن الواحد وتساوي صفر. الباوندد ابف عند المالا نهاية، باجي بحكي الليمت لما ان حتقول، لما ان حتقول للمالا نهاية او اكس حدا يعني عادي ما بتفرق، اثنين ان على ان زائد واحد. طبعا بدك تعرف انه لما تيجي تحسب الليمت للمالا نهاية زي لن زي ما بتعامل كثيرات الحدود، لن خليها برا الليمت لما ان حتقول للمالا نهايه، باجي جوا كثيرات الحدود 2 على ان على 2 اكبر اس هاي على هاي، يعني 2 ان على ان هاي مع هاي واحد بصف 2، الجواب لين الاثنين. اذا باوندد باوندد ابف باي كم الرقم لين الاثنين. وهيك يعني بيكون خلص الموضوع كامل. هاي الصفحة رقم 10، ويعطيكم العافية، وإن شاء الله رح أنزلهم على الجروب. رح أصير يوم يعني مثلا اليوم نزلت الفيديو، اليوم اللي بعده بنزل ورقة العمل، واليوم اللي بعديه برد بنزل الفيديو الثاني، وإن شاء الله. يعطيكم ألف عافية.